تمام. علاء عطية، لاعبنا الاتحاد الشجعي والمنتخب الوطني لكرة القدم الأول وكرة القدم الشاطئية. يعني الصراحة أن مبسوطين جدا بعودة الروح الرياضية للعالم بشكل عام، بقدوم البطولة الأولى والمحببة للعالم كله، هي كأس العالم اللي تقام كل 4 سنوات، وتضم منتخبات يعني كبيرة من ضمنها منتخبات عربية صعدت وتأهلت للنهائيات. طبعا نتمنى التوفيق للمغرب وللسعودية ولتونس ولقطر، ونتمنى لهم ان شاء الله نتائج طيبه، نتائج تليق بالعرب ومكانه الكره العربيه، وبيشرفونا وبيشرف الجميع. صراحه يعني البطوله قويه جدا من البدايه، مبينه من مباراه قطر والاكوادور. قطر ادت اداء متواضع، ولكن ان شاء الله نتمنى لها التوفيق في المباريات القادمه. السعوديه غدا راح تقابل الارجنتين في مباراه يعني مش بسيطه، يعني مباراه كبيره كثير. الارجنتين بضم عناصر كبيره، لكن احنا يعني واثقين جدا في المنتخب السعودي انه يحقق نتائج طيبه. وبعد هيك المغرب حيكون مباراته مع كرواتيا، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. منتخب المغرب يضم عناصر كثير ممتازه وادى اداء طيب في المنتخبات المتاهله لكاس العالم، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكنا مع المغرب يعني في مباراتهم ضد كرواتيا يوم الاربعاء ان شاء الله، ونتمنى لهم. محمد عبد الله محمد أنا بهاء أبو سلطان، بتمنى كل التوفيق لمنتخب المغرب ولكل منتخباتنا العربية، لأنه منتخب المغرب بضل يرفع علم فلسطين، بتمنى يفوز في أول مباراة اليوم الأربعاء. النتيجة إن شاء الله حتكون 2-0 لهم. أسمع مثل الأخلاق، وأتمنى يعني للمغرب فريق المغرب. أنا اسمي محمود اللوح، كل التوفيق. كل التوفيق للمغرب. كل التوفيق للمغرب. كل التوفيق للمغرب.